الجولة. مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي الجولة. أرحب فيكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن الإعداد الزميل عثمان الصولي. وأذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا في برنامج الجولة اليوم على أرقام النصية التالية STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، موبايلي 630 590، زين 732-22-22، زين 732-22-22. مرة ثانية STC 8 3 4 8، موبايلي 630-590، زين 732-22-22. مواضيع هامة نتكلم فيها اليوم، منها خليجي 22 راح تقام في جدة، ونتكلم أيضا عن مجلس الشورى والبريد السعودي، وراح نتكلم أيضا عن علاقة مجلس الشورى بالرياضة السعودية وتحديدا لعبة كرة القدم. يونس محمود المحترف العراقي في صفوف النادي الأهلي ومشكلة التأشيرة من جديد للمرة المليون. لجنة المالية والتسويق والرعاة الجمعة المقبل، إلى أين تتجه أو يتجه الاستثمار في الاتحاد السعودي عبر لجنة المالية والتسويق، راح نتكلم عليها أيضا بالتفصيل. إداري الهلال والمشكلة اللي صارت في مباراة الهلال والنصر، خصوصية رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي راح نناقشها أيضا، لأن الأمير فيصل بن تركي يقول الإعلام مزعج. طيب نبدأ بموضوع مجلس الشورى والبريد السعودي. انتقد صالح العفالق عضو مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي في الجلسة 50 للمجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لها، وتوقيع عقد رعاية سنوية مع 5 أندية رياضية بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال. وتساءل العفالق عن الفئة المستهدفة من خدمات البريد، مبينا هل الجماهير الرياضية والرياضيون هما هذه الفئة فقط في البلد، وهل هذا يستحق أن يدفع هذا المبلغ، لافتا إلى أنه من الأفضل استغلال نصف المبلغ في حملات ترويجية إعلانية للفئة المستهدفة وباقي المبلغ للتخفيف في أسعار رسوم واشتراكات البريد. ودخل البريد السعودي سوق الاستثمار الرياضي المحلي بعد أن أبرم عقدا مع اتحاد القدم السعودي لرعاية الحكام لقاء 2 مليون ريال للموسم الواحد، حيث ظهر شعاره في دوري عبد اللطيف جميل، فيما اتفق مع 5 أندية هي الاتحاد والأهلي والنصر والشباب والاتفاق لرعايتها والإعلان على قمصانها بعد مفاوضات عدة مع شركة صلة المسوق الرسمي للأندية. يعني أنا ما ودي أجمع مجلس الشورى كله، يعني لأنه الانتقاد طالع باسم صالح العفالق وهو عضو في مجلس الشورى، وأكيد هذا صوت من مجلس الشورى ما يمثل مجلس الشورى كامل. بس المشكلة أنا كان ودي يعني لو الوقت يسمح أني أخذ مداخلة واستفسار من كل عضو من أعضاء مجلس الشورى، لأن أصبح مجلس الشورى الآن أحد عوائق نجاح وتطور الكرة في السعودية بكل أمانة. يعني اللي نشوف مجلس الشورى ما في أي قرار يطلع بدعم الرياضة، وجالسين عثرة عند أي جهة ممكن أنه هي تطور أو تستثمر في الرياضة. أنتم عارفين الاستثمار في الرياضة هذا تطور وخطوة للأمام، سواء كان عن طريق الأندية أو حتى لرعاية الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم. فيعني مجلس الشورى مثلا، خلينا نتكلم على صالح العفالق عضو المجلس اللي انتقد مؤسسة البريد، ويقول عن أو استفسار عن الفئة المستهدفة، يعني هل البريد إذا أعلن واستثمر في الرياضة، هل الشباب واللي يحضرون للملاعب ومشجعين الأندية هل بيجون للبريد السعودي؟ يعتبر أنه هذا مال أو هدر للمال، هذا بما معناه. طيب فيقول ما في جهة ثانية ممكن تستثمرون فيها. أنا برد على صالح العفالق، ودي أقول الآن في مجلس الشورى عندك ما في موضوع مهم
غير استثمار الرياضي وتحديدا البريد السعودي، يعني خلاص ما في أي شيء ثاني. يعني ترى في أمور كثيرة يعني معلقة، نتمنى أن يكون فيها البت فيها. يعني أنتم عارفين يعني بغض النظر في أشياء كثيرة الناس يتكلمون فيها في مواقع التواصل، وكثير من الأمور أنه من المفترض مجلس الشورى يتم نقاش مثل هذه المواضيع، ومنها تاريخ يوم 26 أكتوبر. يعني نتمنى مثل هذه الحملات أنها ما تقوم، لأن المفترض أن مجلس الشورى يتم البت في الموضوع والنقاش فيه يعني بالموافقة أو عدمه. أما نخلي المواضيع معلقة والهروب من الواقع، هذا مو بشيء اللي تعودنا عليه، والله يديم علينا الأمن والأمان إن شاء الله في مملكة الخير، مملكة أبو متعب خادم الحملة الشايفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. فرجاء من مجلس الشورى وأعضاء مجلس الشورى النقاش في مواضيع أهم. إذا هو يقول مثلا نشوف مواضيع ثانية تستهدفها ويستهدفها البريد السعودي غير المجال الرياضي، أتمنى أيضا من العفالق وكثير من أعضاء مجلس الشورى أنهم أيضا ينتبهون لما هو أهم، أفضل من أنهم يقفون عثرة في الاستثمار الرياضي وغيرها. ونشكر البريد السعودي على حماسه في رعاية الأندية وحتى رعاية الحكام. هذا بالنسبة للبريد السعودي. نروح الموضوع رئيس النصر. أبدأ رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي انزعاجه من تدخل بعض وسائل الإعلام في خصوصيات النادي، وخاصة في مسألة تسلم اللاعبين أو العاملين رواتبهم الشهرية، وقال: أطالب جماهير النصر بعدم الالتفات لهذه الأمور، فهي من اختصاص الإدارة، عليكم فقط الحضور ومؤازرة الفريق. وتساءل الأمير فيصل عن هدف الإعلاميين من تكرار هذه المواضيع، وقال: سئمت من الإجابة على هذا السؤال، رواتب اللاعبين هو أمر داخلي من اختصاص النادي، ولم يقم لاعب بالشكوى علينا حتى تقومون بإثارتها. وحول تجديد عقود بعض اللاعبين، أكد على أنهم في طور المفاوضات مع الثلاثي خالد الغامدي وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي، ستتضح الأمور خلال الأيام القليلة القادمة. صحيح أن شأن داخلي في نادي النصر أو أي نادي رواتب اللاعبين، لكن ما حد يقدر يمنع الإعلام من الحديث عنها، لأنه الأندية خاصة الكبيرة والأندية الجماهيرية على سبيل المثال نادي النصر، أكيد أنها دائما تكون تحت أنظار الإعلام بكافة وسائلة، فهذا شيء طبيعي. لا يمكن مثلا بأخر رواتب أو أنه بيكون في المشكلة هذه مستمرة لفترات طويلة سواء في نادي النصر أو في غير نادي النصر، وأطالب من الإعلام عدم التطرق له، ومن المفترض أني أغض البصر. لا، نادي النصر نادي الكبير ونادي جماهيري وكيان موجود لكل وسائل الإعلام، الوحيد الممكن يغلق الشيء هذا أمام الإعلام هو المدرب كارينيو في فترات محددة من التدريب أو إغلاق التدريب قبل المباريات. المهم هذا من الصلاحيات خلينا نقول المدرب، أما أن لا مالكم دخل ولا مدري، ترى هذه قبل 20-25 سنة ممكن كانت تجيب نتيجة، لأن الناس ما يدرون وش اللي قاعد يصير، لكن الآن مع الانفتاح اللي احنا موجودين فيه ما عاد ينفع. لازم الكل يدري، ولازم تصلحون من أوضاعكم يا إدارات الأندية، وتعطون الناس حقوقها، هذا شيء طبيعي في نادي النصر أو غيره. بالنسبة يمكن تكلمنا في فترة من الفترات عن يوم انفردنا في برنامج الجولة على موضوع استضافة جدة ونقل بطولة الخليج من البصرة إلى جدة، وهذا يمكن تكلمنا فيه من الموسم الرياضي الماضي، من نهاية الموسم الرياضي الماضي، وحنا كان انفراد بالنسبة لبرنامج الجولة قبل ما يتم حتى البت في الموضوع أو الاجتماعات الأخيرة اللي صارت. وتكلمنا وقلنا أنه راح يكون في تقديم لبطولة الخليج تقريبا 3 أسابيع من شهر يناير 2015، لأن البطولة الآسيوية راح تقام في هذا الشهر، شهر يناير 2015 اللي هي بطولة في أستراليا اللي اقترب المنتخب السعودي جدا وضع قدم فيها. قدموا لبطولة الخليج خليج 22 3 أسابيع بتكون في شهر ديسمبر، لكن في راح يكون في اجتماع قريب إن شاء الله في جدة، وأنا قلت يمكن الخبر هذا أمس، اللي هو راح يكون في لجنة تفتيش خليجية تزور جدة للاطلاع على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ويطلع على الفنادق قبل البطولة. بعد التفتيش والاطلاع على هذه المنشآت راح يكون في اجتماع لأمناء السر الخليجيين في جدة لبحث التاريخ البطولة
تحديدا يعني البطولة خلاص اتفقنا تكون في ديسمبر، بس هل بتكون في بداية ديسمبر، في منتصف ديسمبر، في نهاية ديسمبر؟ كل الأمور هذه بنعرف عن طريق الاجتماع القادم لأمناء السر اللي راح يكون في شهر ديسمبر المقبل تاريخ البطولة بالتحديد. أكد سعودي آل كميخ المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني على أنه سيحترم أي قرار قد يصدر عن مجلس الإدارة بعد خروج من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد خسارة التي تلقاها مساء البارحة على يد القادسية الكويتي بنتيجة 0-1. وقال كميخ: هذه كرة القدم في النهاية، والمدرب في العادة هو من يكون الضحية، ولهذا فأنني سأحترم أي قرار رغم أنني أتمنى البقاء مع الفيصلي، ولا سيما أن الخسارة لا تعني نهاية المطاف، فما زلنا متمسكون في المنافسة ببطولتي الدوري والكأس. وختم الكميخ حديثه بالقول: أنا أعتذر لجماهير الفيصلي، وخاصة أن اللقب الآسيوي كان يتصدر طموحاتنا. شيء طبيعي أن مدرب يتلقى خسارة. علي كميخ في المباريات الماضية قدم مستويات مع الفيصل الأردني، هذه بنهاية المطاف بالنسبة لعلي كميخ أو علاقته من المفترض أن تكون بالفيصل الأردني. وإذا كان الفيصل الأردني فريق محترف أكيد أنه ما هي المباراة، خاصة نتكلم على قصر المدة اللي درب فيها كابتن علي كميخ، مثل ما نتكلم على كابتن سامي الجابر، أن سامي الجابر يحتاج أكيد حتى لو في لمسات واضحة يحتاج فترات أطول، حتى علي كميخ يحتاج فترات أطول حتى يضع بصمته على الفيصلي الأردني. مباراة الأهلي مع الشعلة في الجولة السادسة راح تكون يوم الجمعة بعد بكرة، وإلى الآن يونس محمود ما رجع. يا جماعة الخير، والمشكلة التأشيرة. أنا ما راح أتكلم كثير في الموضوع وأخذ وأعطي عشان ما ودي أضيع وقتي ولا أضيع وقتكم، لكن اللي أحب أني أقوله كثير من الناس وحتى بما فيهم المسؤولين وبما فيهم الزملاء الإعلاميين كانوا يتكلمون يقولون ترى تأشيرة الزيارة هذا أغلب اللاعبين بما فيهم رئيس لجنة الاحتراف في تويتر الدكتور عبدالله البرقان، وقال أن أغلب اللاعبين يدخلون بفيزة أو تأشيرة الزيارة ويتم من بعدها تصحيح الأوضاع. قلنا يا جماعة الخير احنا ما كان عندنا اعتراض على موضوع طريقة الدخول، نتكلم على طريقة التصحيح. حتى لو كان أغلب اللاعبين أو كل اللاعبين يدخلون بتأشيرة زيارة ومن ثم في فترة محددة وقصيرة يتم تصحيح الأوضاع، فهذا طبيعي من الجنسيات الأخرى. لكن احنا كان عندنا المشكلة إذا دخل اللاعب العراقي للأراضي السعودية بتأشيرة زيارة كيف راح يتم تصحيح وضعه في ظل الأخبار اللي احنا قلناها في فترات سابقة. لكن كانوا يقولون لا، الأمور طبيعية والأهلي سلك الطرق الرسمية للأندية الثانية ما عرفت شلون تتخذها، وأنه الأهلي بيفتح باب الأندية الأخرى ما كانت تعرف الطريقة. كل الأمور هذه اللي كانت طلعت فجأة وطلعنا احنا يمكن اللي ما كنا نفهم في ذلك الوقت. الآن يونس محمود طلع لعب مع منتخب العراق مو بعرف يرجع. يقول أو تقول الأخبار بعد ما أنا بحثت في الموضوع أن أمس أو مساء البارحة تم حل الموضوع، واللاعب احتمال يرجع إلى جدة ليلة مباراة الشعلة. من المسؤول؟ وهل كان الوضع طبيعي؟ وهل اللاعبين اللي كل اللاعبين اللي دخلوا مثل ما دخل يونس محمود بكافة جنسياتهم هل كانوا يدخلون بصفة الزيارة وكانوا يطلعون ولا يقدرون يرجعون مرة ثانية وتنتهي تأشيرة الزيارة وهم صحح وضعه؟ أبغى تفسير. أنا ما أقصد فيها النادي الأهلي عشان لا يقولون هذا موجه للنادي الأهلي، لا، بغض النظر أنا أتكلم على الأنظمة والقوانين والتعميم اللي كان موجود. هذا اللي أنا حبيت أقوله، أساس أنه ما نضلل الناس ونقعد القوانين ولا المطاطية، أن نشد وقت ما نبي نشدها ونتمسك فيها ونرخي ود ونحط المبررات ودنا ما ودنا نرخيها. لا، هذه المفترض أنها تكون على الكل والجميع، وحتى لو كان في استثناءات أطلع بكل ثقة وأقول هذا استثناء، خلاص أبتر الموضوع هذا استثناء، لكن أطلع أني أحط مبررات وحط الناس كلهم مو فاهمين وأنا لا. لكم التعليق. أذكر بأرقام التواصل STC 8-348 موبايل 630-590 زين 73-22-22. الجولة.
اعتذرت القناة الرياضية السعودية لإدارة نادي النصر عن انقطاع البث خلال نهاية مباراة شباب النصر وشباب الهلال على ملعب الأمير سلمان بن عبد العزيز بنادي الهلال في الدور نصف النهائي لكأس الشباب، وخصوصا أن النصر فاز 2-0 وتأهل للنهائي مساء البارحة. وجاء الاعتذار بعد أن صرح رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي عبر حسابه الشخصي في تويتر وقال: ما حدث من القناة الرياضية بعد المباراة من الانقطاع لن يمر مرور الكرام. وشهدت الدقائق الأخيرة من لقاء الفريقين بين الهلال والنصر قيام مساعد مدرب الهلال واللاعب السابق تركي الشايع بتصرف غريب أثر قيامه بالاحتكاك مع لاعب النصر فهد الجماعة والقيام بالدفع أرضا في تصرف غير مبرر أثار استياء المتابعين واستغرابهم. ما أدري إذا كان يتعلق يعني الحديث الأمير فيصل بن تركي واعتذار قناة الرياضية مرتبط باحتكاك مساعد مدرب الهلال باللاعب النصراوي، لكن اللي أنا أقوله أن ما ننتظر أنه البث ينقطع ولا ما ينقطع البث، وهذه يمكن تكلمنا فيها حتى على خلفية القرارات الأخيرة بجهة انضباط في الدوري عبد اللطيف جميل. هنتكلم تقرير الحكم أو مراقب المباراة، أكيد أن شاهد وقاعدين نتكلم على مساعد مدرب يعني أكيد على الخط أو قريب من الخط. من المفترض إذا فعلا تركي الشايع قام بهذا الفعل أنه يكون موجود في تقرير الحكم وأن تصدر في حقه عقوبة بما تمليها اللائحة. حسب اللائحة يأخذ عقوبته، مصورة مبصورة، انقطع البث ما انقطع البث، المفروض أنه في حكام صحيين في الملعب. نروح لموضوع ملعب الملز، ملعب الأمير فيصل بن فهد. اليوم كان في اجتماع عقد في مكتب رعاية الشباب في الرياض ضم ممثلين للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري محترفين ورعاية رئيس العام رعاية الشباب والشركة المنفذة لأعمال تطوير استاد الأمير فيصل بن فهد، وتقرر من خلال اجتماع تأجيل إقامة مباريات الدوري على استاد الأمير فيصل بن فهد لعدم اكتمال أعمال التطوير حتى الآن. في جزئين بوضحهم للناس، لأنه في ناس وخاصة شفتها في تويتر يسألون يقولون يعني مباريات الفرق اللي بتكون أو مباراة النصر اللي كانت على مباراة الملز هل بتتم تأجيلها؟ لا ما رح يتم تأجيلها، بترجع للأستاد الملك فهد. يعني كانت مباراة من المفترض أنها تقام على الملز لأنه من المفترض أن الملز خلص الصيانة والتوسعة البسيطة اللي موجودة فيه والتطوير ما خلص، ترجع مباراة الأستاد الملك فهد، لكن مباراة حسب جدولتها موجودة في نفس التاريخ والتوقيت، يتغير المكان بدل الملز تروح الأستاد الملك فهد. بالنسبة للشركات المنفذة والأعمال تطوير أستاد الأمير فيصل بن فهد لازم يكون في تدخل، لازم يعني الأمور اللي تكون خاصة بالدولة نشوف أنه في سرعة ويشكرون القائمين عليها. مثل الناس كلهم يلمحون من قريب ومن بعيد انه استاد جديد بينبني مدينة الملك عبد الله وملعب قاعد تعدل فيه وتطور فيه وتوسعة كم كرسي ما انت عارف تخلصه. ليش؟ انا في فرق بين الشركة والشركة، بين ارامكو وبين الشركات الثانية. من المسؤول عن الشركات الثانية وان المشروع يرسى عليهم؟ وش قاعدين يسوون؟ وين المساءلة؟ إذا كان في مساءلة لهذه الشركات صدقوني الشركات هذه بتخاف وبتنجز العمل، لكن أنا متأكد هذه ترجع مرة ثانية للأمير نواف بن فيصل. ليه؟ لأنه هو الرئيس العام لرعاية الشباب. وفين الجهات الفنية والهندسية والإدارات الهندسية والفنية الموجودة في رئاسة العام لرعاية الشباب؟ مشروع رسى على شركة والشركة قاع، وين المساءلة؟ أندية النادي الأهلي مشكور، بعض المتطلبات الأمنية وبعض الأمور الخاصة بالنادي الأهلي خلصها في شركة يعني، وصار الملعب جاهز للعب مباراة. الإدارات الفنية والهندسية اللي موجودة في رعاية الشباب يعني مش معقول، يعني كل المشاريع كذا بالصدفة تتعطل، كل المشاريع. أتكلم على الأمير عبد الله فيصل، استاد الملك عبد الله ما له دخل، لأن استاد الملك عبد الله ما جاي كذا وعارفين والشركة وانتهى الموضوع. أنا قاعد أتكلم اللي دائم يكون فيها رئاسة العام رعاية الشباب لا دخل فيها، وين المساءلة لهذه الشركات؟ عشان لا أحد يقول والله أنت قاعد تلمح للرئاسة أنهم مستفيدين، أنا ما قلت أنهم مستفيدين، أنا أقول وين المساءلة؟
حتى لو في بعض الأصوات اللي طلعت في 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 مواقع التواصل الاجتماعي ولا غيرها وقالوا في من هو مستفيد، ما لومهم. ليش؟ لأنهم أنتم كذا السكوت الغريب هذا على كثير من التأخير الموجود في المشاريع سواء في ملعب الأمير عبد الله فيصل أو في الملز الآن، سكوت غريب. تكلموا المفروض يكون في مساءلة أو تغيير الشركة المنفذة أو عقوبات أو شروط جزائية على أساس نعرف يكون في شيء قدام الناس، لكن السكوت هذا هو اللي خلى الناس تروح تفكيرها البعيد. وبعدين تقول ليش أنتم تفكيركم سيء وليش توصلوا لهذه المرحلة؟ سكوتكم هذا هو اللي يخلي الناس توصل لهالمرحلة. ناخذ اتصال من معنا. أيمن تفضل. يا أيمن مساء الخير. سامي حياك الله أيمن. أول شيء في البداية يعني أشكر لك البرنامج اليوم أمس والحلقة الممتعة والمميزة اللي قدمتها، الله يعطيك العافية. الله يسلمك. وهذا مش شيء غريب عليك، ما شاء الله أنت أصبحت بالفعل سبيشل ون إعلام بالدرجة الأولى وتستحق هذا اللقب. تسلمي والله. أنت من الناس اللي أعتز فيهم ما شاء الله عليك أيمن. أنا حافظ اسمك لأنك حتى في تويتر أو هنا في الرد، ألف شكر على شعورك الطيب. الله يعطيك العافية. بالنسبة للطرح اليوم اللي كان موجود بخصوص أعضاء مجلس الشورى ومناقشة البريد السعودي وحق الرعاية، أنا أعتقد ممكن شيء غريب ومستغرب أنه كنا نتمنى أعضاء مجلس الشورى أن يناقشون عملية خصص للأندية أو حتى المساعدة فيها، أفضل بكثير من المساءلة على الرعاية بعقد يمكن 50 مليون أو 2 مليون للحكام اللي هم الحلقة الأضعف والمغلوب عليها. الإضافة إلى ذلك بس في خبر يمكن نوعا ما حصريا ويمكن راح يكون لي أسبقية وإن شاء الله تأكد الأيام الجاية على هذا الخبر. شركة يمكن دعائية قوية راح تكون راعية لفرق خارج السعودية، ريال مدريد وبايرن ميونخ، وقعت مع فرق. وللأسف إنه لما جات هنا في السعودية عشان توقع مع الفريق الأول رفضوا، والسبب الهتافات اللي كانت موجودة وأصبحت الآن تسبب مشكلة وعبء على الأندية. أنا أتوقع أن المفروض نخرج من البوتقة هذه وننظر إلى الاستثمار بشكل أفضل من كذا. أتمنى الأندية التوفيق وإن شاء الله بإذن الله تعالى لك شخصية من الأميز الأمير. طيب يعطيك العافية. شكرا لك مرة ثانية أيمن على شعورك الطيب. أنا أتمنى يعني نشوف المشاريع المسؤول عنها الدولة، يعني أتمنى أن رئاسة العام رعاية الشباب يستفيدون، يعني يروحون للقنوات الرسمية يسألون، ترى مو بعيب صدق، يعني خاصة فيما يخص الشركات ويعني إيجاد الحلول. لأن نشوف ما شاء الله تبارك الله مدينة الملك عبد الله الرياضية اللي في جدة وقرب انتهاء المشروع، الناس يشتغلون ليل نهار وشركة محترمة تم إرسال المشروع عليها. هذا اللي احنا نتمناه. رئاسة العام رعاية الشباب، اذا في عندكم اي نقص او عندكم اي خلل او عندكم اي امور ناقصة كذا ما انتم قادرين توصلون لها الحل، ياليت انكم تروحون للقنوات الرسمية في الدولة اللي قامت على مثل هذه المشاريع للاستفادة منها. لكن السكوت بهذا الشكل يأجج الرأي العام، يعني يخلي الناس كلهم يقعدون، طيب معقولة الأستاذ الأمير عبد الله فيصل كذا، طيب معقولة الأستاذ الملز كذا، طيب من الشركة هذا. الناس صاروا يسألون عن تفاصيل ما كانوا يدرون عنها أول ولا كانوا يسألون عنها، الآن صاروا تتجه لأن خلاص يعني في 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 حلقة ضايعة في الموضوع. فلازم أنكم أنتم تروحون يعني تخلصون وتبترون هذه المواضيع أساس أنه ما يكون في بعض علامات الاستفهام اللي موجودة عند الناس وتدخلون في نفق المفروض أنكم ما تدخلون فيه. في قبل ما أروح لاتصال ثاني في عندي خبر. لجنة المالية والتسويق تعقد اجتماعها في جدة بعد صلاة الجمعة المقبل في حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، رئيس لجنة المالية والتسويق اللي هو عدنان المعيبد. عدنان المعيبد حسب الأخبار اللي موجودة عندنا في برنامج الجولة أنه وعد أكثر من مرة بجلب رعاة للاتحاد السعودي والبطولات السعودية. نتمنى، أنا نفسي أتمنى، وأول واحد راح يشكر عدنان المعابد إذا كان في راعي سواء للاتحاد السعودي لكرة القدم أو لرعاية البطولات المحلية منها كأس الملك، كأس ولي العهد، كأس الأمير فيصل. نتمنى فعلا أن إيجاد وجلب رعاة. هذا يتمناه ليش؟ بحكم منصبه كرئيس اللجنة، خلكم متحدث رسمي هذا منصب ثاني، أنا أتكلم على اللجنة المالية والتسويق، هو رئيس للجنة ونائب الرئيس اللي هو نزيه النصر أيضا كان لهم أكثر من مرة وعود بجلب الرعاة للاتحاد السعودي لكرة القدم. نتمنى اجتماع لجنة المالية والتسويق اللي راح يكون بعد صلاة الجمعة
المقبل مباشرة في جدة بحضور أحمد عيد أنه يكون في الإعلان عن رعاة للاتحاد السعودي لكرة القدم أو حتى للبطولات المحلية، ورح نكون أول من يشكر عدنان المعيبت عشان بس المواضيع. لكن لو ما في شيء عاد لا أحد يزعل مني، بس أنا أقول سواء إيجابي أو سلبي، إيجابي ما رح بالعكس أن نستخسر يعني مثلا شكر لعدنان المعبد، لا قام بدوره كما يجب رح نشكره، لكن إذا كان في إلى الآن الأمور هذا رح ننتقد. دش النادي الهلال قبل شوي الطقم الجديد اللي رح يرتديه الموسم الحالي، وعرض الطقم الأساسي والرديف، وكان العرض في الصالة المغلقة بالنادي، الطقم اللي هو الأزرق الطقم الرئيسي، والأبيض اللي هو الطقم الرديف، والطقم الثالث راح يخصصونه إلى بطولة آسيا. هذا الظاهر وصلنا. عموما خلينا نطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية في برنامج الجولة. الجولة رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة. اليوم اكتمال أو استمرار مباريات دوري أبطال أوروبا دور المجموعات، مباراة واحدة تقام الساعة 7 بعد شوي، بعد 20 دقيقة بالضبط، مباراة سيسكا موسكو الروسي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وباقي المباريات كلها تقام الساعة 10 إلى ربع مساء، يلعب فيها بايرن ليفركوزن الألماني مع شختار الأوكراني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي مع ريال سوسيداد الأسباني، ريال مدريد يواجه في قمة نارية اليوفي، غلطة سراي التركي مع اف سي الدنماركي، أندرلخت البلجيكي يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بنفيكا البرتغالي يلعب مع أولمبياكوس اليوناني، بايرن ميونخ الألماني يواجه فيكتوريا التشيكي. ناخذ اتصال من معنا. ساري. ساري السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا ساري. كيف الحال؟ بخير الله يبارك فيك. ما راح بدي اتكلم عن موضوع الملعب الملك عبد الله. ايوه، وش رايك في دخول العائلات وكذا؟ دخول العائلات يعني هذا كلام صحيح ولا اشاعات ولا ما في شيء؟ شوف ساري، ما في شيء طلع، يعني انت تنتظر انت تروح ولا قاعد تنتظر عائلات يجون عشان تروح؟ انا بس يعني قاعد بشوف حقيقي ولا يعني حقيقي. لا لا شوف، انا بقول لك في فترات طويله كانت في بعض المباريات الدوليه والكبيره سواء للمنتخب ولا هذا يكون بشكل غير رسمي عن طريق السفارات هذه الدول، يكون في حضور ودخول بعض الجاليات، وفي بعض العوائل عندنا، عشان لا حد ياخذ كلامي نصه ويخلي الباقي، في بعض العوائل عندنا يستغلون هذه الفرصه وهذه الاوقات وتلاقيهم ينزرعون في وسطهم يدخلون الملعب، لكن الى الان ما في قرار رسمي يقول ان دخول بشكل رسمي وان فتح الملاعب للعوائل. الى الان ما في شيء رسمي، في اشياء ممكن تصير مثل ما كان يصير اول في المباريات الكبيره والدوليه، الجاليات يدخلون عن طريق سفاراتهم وربعنا بعد يستغلون الموقف ويدخلون مثل ما كان اول، او يكون في قرار رسمي لنا ما في شيء واضح. ايوه انا شفت بس يا اخي الاعلام يحب يكبر المواضيع ويسبب مجال. بالضبط، كان ما حد داري عن الموضوع ده كله. بالضبط، يعطيك العافيه ساري. الله يعافيك، يلا مع السلامه. شكرا يا ساري. ناخذ اتصال ثاني بمعنى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اكرم معك، كيف حالك؟ نعم حياك الله اكرم، تفضل. الله يسلمك. تامر، موضوع الاستاذ الرياضي الاستاذ الملك الامير عبد الله فيصل، انا يوميا، انا منطقه عملي هناك طبعا في الصناعيه، يوميا رايح جاي. والله العظيم تامر ما في اي حاجه في الملعب، خلاص موقفين. عارف. بعد ما طاحت المظله وبعدين طلعت الفضائح، موجودين عمال بس ما بيشتغلوا، خلاص ما بيشتغل، ما في حاجه شيء. يعني انا متاكد انه ممكن السكه الحديديه حتغلق في جده، الملعب ما حيغلق الا اذا كان في. لازم ارجع واقول مره ثانيه يا اكرم، ان لازم يكون في وضوح ولازم يكون في مساءله، وحتى في العقود اللي تكون بين الرئاسه العامه وبين اي شركه لتطوير اي ملعب لازم التحديد. يعني انا عجبني صراحه
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. الرجال يعني حط لك حتى تارجت ديت موعد لتاريخ المشروع حتى لو كان إن شاء الله 10 سنوات، أنا ما عندي مشكلة، بس عطني شيء واضح. أنا أعرف أحط مشاريع الأندية هذه ما لها ذنب أنها تلعب في يروحون الشرائع ويروحون أي مكان ثاني. يا أخي عطني وقت، قولي بعد 2 بعد 3 والتزم فيه. هذه مشاريع أشوف أنا الأمير خالد الفيصل والنهضة اللي جات في عهده بصراحة شيء. تشوف الأنفاق، تشوف الكباري، تشوف الجسور، حتى لو كانت تاخذ يعني مفترض بدل ما تاخذ 1.5 سنة بتاخذ 2 سنين 2.5 سنين في شوي وقت زيادة لكن تنجز. وإذا كان في تأخير أو كان في وقوف للعمل في مساءلة، هذا اللي احنا نطلبه. لكن فجأة يقول لك لا وقفنا أخرنا ما في شيء، الشركة عجزت، لا مدى الحديد مش صار، كلام فاضي. معي أكرم؟ طيب راح الصوت من أكرم، نروح الاتصال ثاني. شادي تفضلي. شادي يا شادي، راح صوت شادي. مباريات الجولة 7 من دوري عبد اللطيف جميل، يوم الجمعة يلعب الشباب مع نجران في الرياض، والأهلي مع الشعلة على ملعب النادي، والتعاون والهلال في بريدة، والفيصلي والاتحاد في المجمع. يوم السبت تقام مباراة النصر والفتح في الرياض، والرائد والعروبة في بريدة أيضا، والاتفاق والنهضة في الدمام. جميع المباريات تقام 8:45 ساعة مباريات بدري، كل ما النهار يكون أطول. ناخذ اتصال شادي. شادي موجود ولا رحت؟ السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. موجود يا طويل العمر، حياك الله. انا قلت النهار اطول والنهار اقصر، معليش ترى بعض الاحيان اضيع. تفضل يا اكرم. يا شادي يا الله يا كريم. تفضل. حياك الله. والله سامر اليوم ترى مواضيعك صراحة كل موضوع يبغاله حلقة. والله يستر. حلقة صراحة مواضيع كثيرة جدا، بس أباخذ موضوعين بس. أول شيء موضوع ملعب الملك أمير عبد الله الفيصل القديم. أنا صراحة سكوت المسؤول، سكوت الرئاسة العامة تجيب شبهات لها صراحة، يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما ثبت ولا شيء. وزمان الزمان اللي احنا فيه خلاص يعني ما ينفع السكوت صراحة، سكتنا كثير احنا ولازم نتحرك شوية، لأن خلاص على قولهم دحين زمن السرعة، نبغى كل شيء بسرعة يخلص يعني صراحة. تعبنا. ومثل ما قلنا في شهر ديسمبر، يعني بعد شهر تقريبا من الآن، لجنة تفتيش من دول الخليج بيجون يفتشون على ملاعب جدة وعلى الفنادق، ومنها طبعا بيكون ملعب الملك عبد الله الجديد اللي ما عليه خلاف، او حتى ملعب الامير عبد الله الفيصل، بنقول لهم الشركة ويلا ندخل في تفاصيل. وتخيل عاد منظرنا ينقلونها بعد من جدة يودونها مكان ثاني، يصير مثل البصرة. الله يعين. بس اتكلم في امير نواف قال شركة سويدية جاية وما ادري بعد 10 ايام وما ادري كيف. نبغى الوضوح صراحة، يعني لما نرمي مسؤولية على الأمير نواف خلاص هو يتحمل المسؤولية صراحة، يعني والله تعبنا صراحة بالأخص جمهور جدة زي ما قلت لك. وبالنسبة للموضوع الثاني، موضوع يونس محمود. أنت تكلمت أول مرة أول ما جاء يونس، أغلب الناس شككوا في الموضوع، قالوا الأهلي تعدى النظام والأهلي فوق النظام وكيف وما كيف. يونس محمود الآن ما جاء، هل الأهلي يقدر يتعدى النظام؟ المرة الأولى كان فيها استثناء، المرة هذه كان في استثناء. المرة الأولى في استثناء أكيد. طب مو المشكلة، تدري شنو المشكلة معي أنا الآن؟ المشكلة أنه كانوا يقولون لا مو باستثناء، لا تقول استثناء، الأهلي ما حصل على استثناء، اللاعب دخل مثل أي لاعب ثاني. أكيد. لا كانوا يقولون يدخلون بعيني يا رجال، ذاك اليوم يعني سووا سالفة، كيف تقول يا ثابر استثناء؟ هذا ما دخل باستثناء. لا أكيد حتى كثير من الإعلاميين طلعوا كتبوا يا جميع اللاعبين يدخلون بنفس التأشيرة، طيب شلون بتصحح وضعه يسوي نفسه ميت وقتها؟ مشكلة كل اللاعبين، بس المشكلة زي ما قلت أنت العراقيين كيف وضعهم، يمكن في استثناء وحصل استثناء، صارت الموضوع يمكن الحج وما الحج، وهذا هو سبب التأخير على ما أعتقد.
وبالتوفيق للأهل والجميع الأندية إن شاء الله. طيب يعطيك العافية. شكرا لك. ترتيب فرق الدوري عبد اللطيف جميل، يتصدر نادي النصر برصيد 14 نقطة، في المركز الثاني الهلال برصيد 13 نقطة، والثالث نجران اللي ما حد أعطاه حقه حتى الآن 12 نقطة، يعني حتى الثالث وفرق نقطتين بينه وبين الأول، يعني مو بالثالث وفي في الفرق شاسع في النقاط، لا الثالث وبينه وبين الثاني نقطة وبينه وبين الأول نقطتين، يعني فريق قاعد يؤدي، وهذا كلهم طبعا متساويين كل الجدول الترتيب والحمد لله، مع أن 6 جولات يعني قليل، بس شيء جيد أنه نشوف 6 جولات أن كل الأندية لاعبين 6 جولات كاملة، ما في تأجيلات ولا تقديمات ولا هذا لعب 6 وهذا لعب 2 وهذا لعب 3، لا كلهم 6 مع بعض. هذا اللي نتمناه، وأشكر لجنة المسابقات على هذا الموضوع، حتى كان في مطالبات لتأجيل مباراة الأهلي والاتحاد عشان موسم الحج وغيره من المواضيع، لجنة المسابقات خلكم على ما أنتم عليه، لأنه خلاص عندنا ثقافة أي شيء نبي نأجل، يعني لو في 2 واقفين يتهاوشون عند إشارة يقول لك تكفى أجل المباراة عشان في 2 يتهاوشون هنا، في زحمة سيارتين عشان ما أدوش، وقال لك الحق أجل مباراة الاتحاد ولا. عجبني موقف لجنة المسابقات بعدم التأجيل، وكل الأندية تلعب عدد مباريات واحدة، التأجيل هذا لظروف قاهرة خارجة عن الإرادة، أما غير كذا ألعب. في اتصال عبد الله، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم يا تامر. عليكم السلام، حياك الله يا عبد الله. كيف حالك يا قلبي؟ بخير الله يبارك فيك. بخير، عام أنت بخير بعد الزحمة. وأنت بخير، كيف الذبايح معك؟ كيف الذبايح معك؟ الحمد لله يا شيخ، الحج ما الحج. تعرفنا احنا اهل مكه موسم حج. الله يعينكم ان شاء الله. تفضل يا عبد الله. والله نتمنى عندي كم نقطه بس اذا في وقت ولا ما في. تفضل تفضل. لجنه المسابقات تستمر على ما هي عليه، ما في تسجيلات ولا شيء، لان التسجيلات هذه اللي هي اللي تنكب الدوري. الشيء الاول والشيء الثاني عن الملاعب، اتمنى من مجلس الشورى حسب المسؤولين من رعايه الشباب التاخير، قبل الشهر جايين التفتيش الخليج. مفروض الأمير نواف الحين يتحرك. لا أنت قصدك إن مجلس الشورى يعني تاخذون قرار في صالح الرياضة؟ أيوه. فكر في غيرها، ما راح تصير. النقطة اللي بعدها يا عبد الله، فكر في غيرها، هذه ما راح تصير. مرة مرفوضة. أي مرة، هذه ما هي في البال، بالعكس لو كان في شيء إيجابي بيخربون. المهم كمل النقطة الثانية. والشيء الثاني يا سامر، أتمنى من الأهلي يركز على الدوري صراحة. هذا وضع الأهلي الطبيعي من المفترض، يعني خلاص يعني بعد العمر هذا كله لازم، وجمهور الأهلي يستحق، والأهلي ككيان يستحق بكل أمان. تعبنا ترى، في ناس قبلنا احنا مفروض نحن طولنا ما أخذنا الدوري. صحيح. خلاص إلى متى يعني؟ نتمنى من القائمين على الأهلي الأمير فهد بن خالد وخالد بن عبد الله شدونا السنة دي على الدوري صراحة. طيب يعطيك العافية. والله يعطيك العافية تام. شكرا لك. ناخذ اتصال، نطلع فاصل. الجولة، مستمرين معكم في برنامج الجولة، باقي عندنا وقت، اللي حاب انه يدخل معنا في رسائل، واللي حاب ان شاء الله نحاول نقدر ناخذ. نذكر برقم التواصل STC 8 3 4 8، STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، موبايلي 6 3 0 5 9 0، زين 7 3 22 22. ماجد تفضل. يا ماجد. ماجد يا مساء الخير. مساء النور، حياك الله يا ماجد. كيف حالك؟ طيب بخير الله يبارك فيك. فجأتني باتصالك، انا مسترسلت. فجأتوني باتصالك وانا مسترسلت. لا يا شيخ، ما مرسلت اليوم، اجل عثمان مضيع. تفضل، عندك تعليق على هذا ولا تخلي فرصه لغيرك اليوم لانه عنده رسائل كثير؟ بتكلم كده على السريع بس. ما تفضل. تفضل. اول شيء اشكر اداره النصر على تغيير سياستها في العوام الماضيه، اصبح التركيز كله في الميدان، يعني العمل كله يبدأ في الميدان. وشفنا نتائجه. شنو النتائج؟ يعني عمل تركز بيانات، صدر بيانات وتعليق مهاترات مع لجان، العمل يبدأ في الميدان فقط، هذا هو. طيب. صحيح معروف. شيء ثاني، الأندية كلها أنا شفنا راح في نفق مظلم. يعني لا رعاية ولا أي شيء، إلى متى يعني؟ أتمنى أن تفتح الرخص للشركات الأجنبية، يعني نشوف الخطوط القطرية، طيران الإمارات. المشكلة أن الأمير نواف بن فيصل طلع في أكثر من منافسة وقال ما في مناسبة، وقال أنه ما في منع للشركات، مو بلازم يكونوا مستثمرين في السعودية عشان يكون لهم رخصة، قال ما في منع.
ما في شيء يمنع انه اي شركة اجنبية تستثمر في الرياضة السعودية. فانا اشوف الناس يرددون الكلام هذا مع ان الرئيس العام يقول ما في منع. طب احد يحل المشكلة هذه؟ بس ما سمح الرخص، يقول لك سمح الرخص للشركات. أنا ما علي الرخص، أنا أقول لك الأمير نواف طلع في أكثر من مناسبة وقال ما في منع لو جت أي شركة أجنبية تبي ترعى أي نادي ما في شيء يمنع. وأشوف الناس يروحون ويلفون ويرجعون السالفة أنه نتمنى يكون لهم رخصة. طيب ما في منع أصلا عشان نعطيهم رخصة إلا إذا في شيء، نبغى نعرف مين الصادق يعني. أنا ماني عارف، ما أدري إيش حل هذا الموضوع. مرة مرة كبير عندنا شيء مهم، شركات سعودية عالمية هنا موجودة متخوفة، تقول لك أنا خاف أجي أرعى نادي والقى مقاطع. طب شوف شركة موبايلي راعي نادي الهلال، في جماهير من النصر من الاتحاد من الشباب مشتركين وماشي زي الحلاوة، صح ولا لا؟ ما في مشاكل يعني. ما في أي مشاكل صح. وأنا أشوف إنه في بعض الاتحاديين وفي بعض النصراويين يشتركون في خدمات مقدمة للجمهور الهلال ويستفيدون منها. النصراوي في موبايلي أدفع فاتورة للموبايل شركة الهلال عادي، ما عندي مشكلة. الشيء طيب. الثاني موضوع مرة مهم، وأعتقد انه موضوع يكون متناول يعني في الصح، يعني معقوله يعني دوري جميل 120 مليون في السنه وانديه بلا رعايه لنادي الهلال فتح وقع مع شركه هونداي. بس هذا الموضوع هونداي من احد الاهتمامات اللي المفترض انه عدنان المعابد يعني يجلبها للاتحاد السعودي. فنشوف عدنان المعابد هو رئيس لجنه الماليه والتسويق، لجنه الماليه والتسويق اللي أهم من المتحدث، هو رئيس لجنة مالية والتسويق، وهذا هو عبدالله بن مساعد. عبدالله بن مساعد هذا موضوع ثاني، خصخصة ما له دخل في التسويق. الخصخصة هذا ملف منفصل. لجنة مالية والتسويق اللي خاصة بإيجاد الرعاة، هذه خاصة بهذه اللجنة اللي يرأسها عدنان المعابد. أكيد. أتمنى للفرق يعني الأهلي والشباب والنصر تتطور مع رعاية أندية، وهذا تفتح الكرة السعودية. طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا ماجد. ناخذ اتصال ثاني. حسن تفضلي. حسن السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا حسن. كيف الحال يا اخوي ثامر؟ بخير الله يبارك فيك. مشكورين، الله يعطيكم العافيه على استضافتكم و... تسلم. في البدايه حبيت اتكلم عن فيزه الزياره وما فيزه الزياره. بالنسبه ليونس محمود موضوع يمكن أنا بطلع شوي عن الموضوع برا شوي. عموما هنا أنا موظف في شركة أجنبية في السعودية، فدائما يجون الموظف أو دائما الخبراء يجون على الفيزة العمل وما فيزة العمل. فيزة عمل زيارة. فيجي يشتغل في السعودية هنا لمدة 6 شهور سنة. وفي النهاية ما يدخل ضمن السعودة. فهمت علي وانا أخوك؟ اي بس انا عندي استفسار الان. تأشيرة الزيارة اللي دخل فيها يونس محمود وطلعت لها صورة، تأشيرة زيارة لا يحق له مزاولة العمل فيها وكان مدتها شهر، هذا ينطبق على الكلام اللي قاعد تقول الان؟ هذه نفس الشيء. في نوع ثاني من الفيزا. لا مو بنفس. لحظة انت تقول الان هي نفسها وفي نوع ثاني، كيف يعني نفسها في نوع ثاني؟ في ثنتين من وزارة الخارجية حق يونس محمود نفس اللي انت تقوله ولا شيء ثاني؟ انا ما شفت حق يونس. هذاني اقول لك عليها الان، اللي هي شهر لا يحق له العمل مع خلاله. هذه زيارة تجارية، هذه يسمونها زيارة تجارية، يعني غير اللي انت قاعد تتكلم فيها. اي غير اللي اتكلم فيه. طيب تفضل. هي برضو هي زيارة العمل تنطبق على مثلا مهندسين فنيين. وفي مدة أيضا للزيارة، يعني حتى لو كان شهر. نعم صحيح. أنها ما تزيد عن 3 أو 6 شهور يعني، والله ماني متذكر. هي ماكسيموم 6 شهور. أي عموما الأوروبيين اللي الجنسيات الأوروبية هم اللي دائما يأخذون أكثر شيء 6 شهور. بس بصفة عامة هذه ما تدخل بضمن السعودة، وإحنا زي ما تقولين إيش تقول إنه العالم كلها تجي وتدخل للسعودية وتشتغل وتأخذ رواتب طبعا من شركاتهم برا، لكن هنا في السعودية إيش ما يستلمون أي شيء، أو زي ما تقول ما يدخلون ضمن الإقامة وإنهم تحت سيستم شركة وزي كذا. حسن يعني حسن شوف أنا بقول لك حسن، أنت كلامك مشكور، بس أنا بقول لك شيء، إحنا عندنا مبتغرات، عندنا مشاكل كثيرة ندخل فيها، ممكن أي حد يعني يدخل من أكثر من مدخل. يعني مثلا أنت كلامك الآن عن المهندسين، ممكن واحد يجي يقول لك يا أخي بس عندنا اللاعبين ما في مهنة لاعب، بس حنا نقول شلون هو يستلم رواتب؟ إذا كان يستلم رواتب ولو مسير رواتب معناته هو قاعد يعمل في البلد. نعم نعم عرفت كيف؟ طيب هذه تدخل فيها أكثر من مجال.
أنا حاب أنك هذه النقطة توصلها لجهة معينة لأنه صراحة هذا يضغط على السعوديين لأنه إذا دخلوا الأجانب هذه بالفيز أو دخلوا على نظام الإقامة فلازم يسعودون الشركات أكثر. فهمت علي؟ فهمت علي. هذه نقطة يعني أثر حتى على الـ 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 السعوديين في أعمالهم. واضح الصور. هذه أول نقطة. ثاني نقطة كنت أتكلم على المشاريع عموما. المشاريع عموما في شركات كبيرة احنا نتعامل معها لو تلاحظ في ديدلاين خلاص التاريخ الفلاني ينتهي العمل يسلم المشروع. فأتمنى يعني بالنسبة للمشاريع ما تترسى، هي عموما تترسى على أرخص مبلغ أو أقل تقديم للمبلغ عشان لا ندخل في متاهات. كان أقل مبلغ ولا كان أكثر مبلغ بس لازم يكون في شروط العقد بينهم أن يكون في مثل ما قلت ديدلاين ويكون في مساءلة. إذا أنت ما خلصت الوقت وش المفروض يصير؟ وش العقوبات اللي عليك؟ والله شوف أنا في الشركة هذه الشركة الرئيسية المين كونتراكت تيجي تقول ها إيش سويتوا سويتوا كذا يلا لازم تخلصون هذه كذا. فهمت؟ في نفس الوقت في نفس التاريخ يعني في بروسس عالي. فهمت عليه وهاي كواليتي من البروسس. طيب حكم خبرتك اللي قاعد يصير عندنا في الملاعب والتأجير والشركات ممكن يخلصوا مشروع، وين الخلل من وجهة نظرك الآن انت من بعيد من فوق تشوفها ولك في هذا المجال؟ هي لما تستلم الشركة هذا المبنى لازم يكون في مراقبة من الشركة الأساس أو المتعاقد اللي هي يعني خلينا نقول شؤون الهندسية مثلا والفنية في الرئاسة العامة. نعم في متابعة العمل أو بعدين المبالغ مفروض تتقسم 10% 20% بعد ما تخلص كذا. يعني أنت تقول إنه ما في متابعة هي في